عايزه اعرف ايه اللي خلى الخيل يروح هناك تعود للمسرح مره اخرى. تاني حاجه اعتقد ان العمل مش بيرفض بس دور الفن او اهميه الفن، اكيد في عايزه اعرف اذا كان في جانب سياسي او بيلقي الضوء على الواقع السياسي اللي موجود دلوقتي حاليا ولا متناول على مدار الفترات اللي فاتت. يعني حضرتك اتكلمنا عن الجزئيه دي. شكرا. اخر تجربه ليا في المسرح كانت سنه 2005، كانت مسرحيه ميس دي كول من هولاكو للمسرح القومي. ومن ساعتها وقفت نشاطي في الاخراج المسرحي وعشت ممثلا. بس من بعد الثوره المسرح بقى فرد، ما عادش سنه، بقى فرد لازم يبقى موجود في هذه الفتره علشان حاجتين مهمين. الحاجه الاولى انه اللي هو قاطرة الوعي المسرح تحديدا، والفنون الاكثر تاثيرا طول الوقت على المشاهد فنون المباشره هما نوعين، الخطابه والمسرح. الخطابه بتغذي الاتجاه بتاع التلقين والتمليه طول الوقت، لان وجهه نظر بتقول وانت بتسمع. انما المسرح بيخلق نوع من الحوار، ان طول الوقت فيه هات وخد، وبالتالي هو انسب الانواع للانتشار دلوقتي لزرع فكره الاخر، طول الوقت قدامك اخر بتاخد وتدي معاه طول الوقت. والممثل القدير المتميز دائما الجميل صبري فواز، اهلا وسهلا بيك. حابين تكلمنا النهارده عن تجربه مسرحيه متميزه زي ما عود كل جمهورك دايما، حابين تكلمنا عنها. مسرحيه اسمها اللي خايف يروح، دي اخراجي وتاليف ابراهيم الرفاعي، انتاج المسرح الكوميدي بيت الفن للمسرح، وبطوله محمود عزب والفت امام ومها احمد وضياء عبد الخالق وياسر فرج ومحمد ابو السعود ومجموعه من شباب المسرح. يعني حابين تكلمنا اكتر عن موضوعها وعن فكرتها، وبالذات ان هي بتقدم على المسرح الكوميدي، فمن ما بين الاسم وما بين المسرح الكوميدي، فعايزين نعرف حبه اسرار وتفاصيل. هي يعني مسرحيه كوميديه بتتكلم عن الفن المسرحي لما ينزل للناس ويتفاعل معاهم، يا ترى يبقى صدى ايه؟ وان الفرقه نفسها اللي هي في الحدوته يعني اتقسمت نصين، نص بقدم فن ونص بقدم نوع تاني من الفن، وبنشوف صدى ده وصدى ده على الجمهور وعلى الشعب اللي هم جوه الحدث. يعني في راي حضرتك جمهور المسرح ازاي نقدر نعمل له حاله من حالات الجذب مره اخرى؟ هتيجي واحده واحده، يعني لانه الظرف صعب والدنيا يعني فيها حاله زحمه، لكن يعني هيحصل الفترة اللي جاية ناس هتثق شوية في الموضوع ده وهيرجعوا تاني بإذن الله. بين عروض طيبة والعرض مسرح يتحرك في المكان في البلد، يعني مش قصدي يعرض في اسكندرية، يعرض في اسماعيلية، يعرض في كده، يعني الناس تشوف المسرح طول الوقت حواليها فيبدأ تاني يرجعوا له من تاني. من وجهة نظر حضرتك يا ترى أكتر النصوص اللي احنا محتاجين نقدمها الفترة اللي جاية على المسرح، يا ترى نصوص اجتماعية، سياسية، كوميدية، يا ترى حضرتك شايف ايه؟ التصنيف مش مهم، انت بتقدم مسرح فيه كل الحاجات، زي الحياه، يطلع اللي يطلع تتناقش سياسيا، تتناقش اجتماعيا، تتناقش اقتصاديا، تتناقش فنيا، انت بتقدم حدوته وصداها على الناس ازاي من غير تصنيف، يعني سواء ده سياسي او مش سياسي. تجربه تانية حضرتك طليت علينا بيها ديوان شعري مميز جدا، حابين حضرتك تكلمنا عنه وعن اكتر التعليقات اللي اتقالت لحضرتك عليه، حابين كده نعرف حبيت اسرار منك. ابدا، تجربه الديوان دي كانت مجموعه اشعار كتبتها على مدى سنين فاتت طويله، وبس جمعتهم في ديوان من باب التسجيل للزمن يعني، بس الحمد لله طلع صدى طيب جدا عند الناس فانبسطت. تمام. حابين نعرف حضرتك جمعت مثلا خلال قد ايه وقت، قد ايه ضم مواضيع مختلفه ولا كله ذات طابع معين؟ لا، هي مجموعه يعني مشاعر، انفعالات سميها، مواقف، يعني بكتب كنت لصبري، يعني بكتب عشان اقول اللي انا اللي جوايا يعني، وبفضل ربنا لقى صدى عند ناس كتير، حسوا حتى من تعليقاتهم انه كانك بتكتب عني، فدي فكره انه اللي تكتبه عنك يلقى صدى عند الناس، ده يعني اعتقد انه حاجه كويسه. في انه يتعمل ديوان، لا ده يعني يا دوب جمعت الحاجات وديتها للطباعه، ويعني طبيعي. لا لا لا، ده كتابه عمر يعني، كتابه يعني، في بعض القصايد بقى لها 20 سنه مكتوبه يعني، فهي جمعتهم وبقوا ديوان يعني. اكتر الاسماء
ذاته قويه جدا خاصه بحضرتك استاذ صبري فواز. كانت كيف؟ لا والله ناس كتير من الحقيقه، مش حد بعينه يعني، بس ناس كتير جدا. بس اكثر تعليقات بتاعت قصيده ده لاحمد نصر اللي كاتبها عن امي، كان 99 من التعليقات الناس بتقول دي ام انا يعني، وده معناه ان هي لقت صدى عند الكل يعني، وكل واحد شاف فيها امه، وده لوحده انا حاجه ترضيني يعني الحمد لله. المسرحيه والموسم بقى لسه لازال مشاريع، ما لم يعني لم تنتقل لحالة العمل اللي ينفع يعلن عنه يعني، لسه مشاريع إن شاء الله بإذن الله بتقول إن شاء الله. شكرك شكرك جدا. معنا دلوقتي بيتجدد مع مؤلف عرض اللي خايف يروح الأستاذ إبراهيم الرفاعي. بنرحب بيك طبعا، بنقول تجربة مسرحية مميزة جدا جاية في وقت كلنا محتاجين مسرح، محتاجين نرجع تاني للمسرح، فعايزين نعرف كده تفاصيل التجربة من حضرتك. والله الفكره جت في وقت المنابر اللي المفترض تعمل توعيه للناس تراجعت بشكل غير عادي، حتى اصبح انه المنبر الوحيد المتواجد دلوقتي هو الزاويه الصغيره اللي في الحاره اللي بتبث افكار اعتقد انها مش من ديننا ولا من اخلاقنا، بتبثها للناس، او استوديو قد كده في قناه بتدعي او حتى لوجو ان هي قناه دينيه. كان لابد ان يتواجد المسرح، لانه احنا فجاه لقينا بلدنا بتضيع بسبب انه في فتوى بتقول ان اللي هيبقى يمين هيروح الجنه واللي هيروح شمال هيروح النار، بدون اي ادله بدون اي حاجه غير انه الراجل ده مربي دقنه فلازم نسمع كلامه يعني. فكان لازم يتواجد المسرح، والفن بالتحديد الفن المسرحي بالتحديد انا شايف انه هو من شانه، او الفن عموما من شانه التنوير والتوعيه، وانه يبقى وسيله. ان ما كانش قلت على المنصه اعتقد الكلام ده، الفن ان لم يصبح اداه او وسيله للتنوير ما فيش مجال اخر يكون الفن غير انه يبقى للتخدير. ما هو يا للتنوير يا للتخدير، ما فيش منطقه وسط، ما فيش منطقه وسط في الفن. فالمسرحيه بتعرض لانه الفن بيوعي الناس وبيدي جرس للناس وبيشخص حكاوي يعني مشاكل الناس وقضاياهم في وطن يبحث عن العيش وعن الحريه وعن العداله. اذا ما كانش الفن يحرك الناس ويغير، ما بقولش يقود، الفن يغير ولا يقود. ان ما كانش الفن هنا يتحرك او يبقى له دور، فيبقى بلاش منه، يبقى هو المنبر الثاني هو اللي كسب. فانا عندي الموضوع ببساطه شديده جدا، انا عندي 2 لوكيشن، الميدان ميدان عام الناس بتشخص فيه، فرقه مسرحيه بتشخص فيه، واللوكيشن الاخر قصر الحاكم. فبعمل قطع متوازي بين الميدان وبين قصر الحاكم، فرقه مسرحيه بتشخص، الناس بتتلم. ما هو انا لازم اعمل حاله توحد جامعي، ما ينفعش يعني مع كل احترامي لحركات كفايه والحركات الاخرى كانت بتبقى رموز وبتقف على السلالم وكده، لكن ما كانتش كفايه انها تعمل تغيير. كان لازم يبقى في توحد جامعي للشعب ككل. اتعمل ده من خلال هذه الدائره الكعكه الحجريه زي ما قال عليها امل دنقل، الممثلين في الميدان، الناس بتتلم، مشاكلهم بتنطرح، فبيحصل هذا التوحد الجامعي، فبيخرجوا من الميدان من خلال الفرقه المسرحيه البسيطه جدا على قصر الحاكم، طالعين بالهتاف الشعبي اللي انا طلعت ومن وانا طفل بسمعه، احنا رايحين واللي خايف يروح. نقدر نقول ان المسرحيه بتعرض الواقع والحقيقه كما هي، ولا بنحاول احنا نضيف شويه جانب امل، او في نقول بريق امل شويه في الحقيقه باضافه بعض الكوميديا، وخصوصا انه مشارك في بطوله العمل الاستاذ الفنان محمود عزب؟ لا والله انا شايف انه الفن اللي هو بيقدم الحقيقه كامله او الحقيقه كما هي ما اعتقدش انه يكون فني. والا يعني لو عايش شجره في الديكور هقطع شجره واحطها في الديكور يعني، ما مش لازم يعني، مش وارد خالص يعني. بالعكس انا عامل حاله خروج من حاله الايهام المسرحي يعني، انا بلتحم مع الصاله، ويهمني جدا في العرض بتاعي ان المتفرج نفسه اللي قاعد في الصاله يجادلني وانا على المسرح يعني. انا ممكن اغير مشهد بالكامل لمجرد ان انا ممكن اسمع جمله من المتفرج تاخدني وتوديني مسار تاني، وعليا انا كفنان ان انا ابني مشهد على هذه الجمله يعني. الفرقه المسرحيه دي بتخرج من الواقع، بتخرج من حاله الايهام لحاله التشخيص يعني. انا بمنتهى البساطه ممكن فنان ينزل الصاله يكلم الجمهور، مش يكلم الجمهور علشان يعمل افيه او علشان يبقى المسرحيه شكلها حلو، لا، علشان انا ممكن اخد حتى لو من طفل جمله
تاخدني توديني في منطقة تانية خالص، فأروح أفاق تانية أفاق، لكن أنا مش بنقل الواقع. لو نقلت واقع أبقى كأني مراية ما عملتش حاجة. المسرحية فيها واضح حتى كمان من الاسم أنه فيها نسبة كوميديا عالية جدا، وأعتقد أنه أبطلنا الأستاذ محمود عزب، الفنانة ألفت إمام، الفنانة مها أحمد، أعتقد الأسماء دي لازم على طول لما بيجتمعوا في عمل أكيد العمل كوميدي. أخيرا حضرتك شايف إزاي نقدر نعمل نهضة بالمسرح مرة تانية؟ هل إن إحنا نستغل مسارح الأقاليم اللي موجودة في الأقاليم، ولا إن إحنا ننوع ما بين النصوص المقدمة ما بين تاريخية وما بين سياسية وما بين كوميدية؟ هو حضرتك سألت سؤال مهم جدا، وأنا بصفة شغال في المسرح من 83 السؤال ده أهم سؤال ممكن يتسأل في المسرح دلوقتي، لأنه كان في حالة من التجريف للمسرح، للفن المسرحي بالتحديد. السينما في منتجين بيشتغلوا فيها، كذلك الفيديو الشغل خاص انتاج خاص، لكن المسرح اللي هو المفترض يكون هم الدولة، أنا شايف أنه بقالهم حوالي أكثر من 20 سنة بيجرفوا في كل أصول الثقافة، حتى أصول الثقافة اللي هي كانت معمولة زي رغيف العيش المدعوم اتهدت. يعني في محافظات كان فيها 10 أصول ثقافة، دلوقتي فيها أصل ثقافة واحد ومش بيشتغل. فأنا شايف إن المسألة تبتدي أولا من الدولة، لازم تعيد هذه المواقع الثقافية لمكانها، ولازم تدعمها، ولازم تجددها، ولازم العروض المسرحية الكبيرة اللي في القاهرة ما يتحرمش منها المواطن العادي اللي عايش في الأقاليم. أنا مش هروح أجيب حتى لو حد قادر، هيبقوا 2 3 4 10 20 حد من بلد زي كفر الشيخ أو طنطا أو يجي يتفرج. لا، العرض يتنقل له، إيه المشكلة؟ العرض يتنقل له. العرض ده لو راح مثلا في اسكندرية، في الغربية، في أي مكان، أو في الشرقية، ممكن أسبوع هناك، أربع أيام هناك، شعب المحافظة كله يشوفه. فأنت هتعمل العرض ده إزاي من غير ما يكون الموقع اللي هيتعرض عليه العرض جاهز؟ إذن المسألة بتبدأ من الإدارة. الإدارة أهم شيء، وهي المحرك الأساسي في أي مش العملية الفنية بس، في كل حاجة على جميع المستويات. الفنان المتميز أشرف الشرقاوي، أهلا وسهلا بيك يا أشرف، ونجم جديد يعني زي ما بيقولوا كده بيتميز معانا على شاشتنا. حابين تقول لنا أخبار مسرحية الخايف يروح، إيه حكايتها؟ والله اللي خايف يروح زي دلوقتي هو اللي خايف يروح، اللي مش هيقدر يقدم أي حاجة للبلد دي، سواء فنان أو سواء كاتب أو سواء أي حاجة. احنا في احتياج دلوقتي ان كل واحد ينزل بالفعل يقدم اي حاجة. المسرح زي ما انت شايفة بقاله 3 سنين او 4 سنين، وقبل كده كان في انتاج ضئيل جدا، المسرح بيوقع. لو كل فنان قال بقى انا لازم كذا كذا، لا، لازم تنزل تشارك وتقدم وعي. المسرحية كلها فيها اكتر من وجه صراع. الصراع الاول ما بين الفن، هل هو رسالة بتدفع الى الثورة، او الفن بيدفع الشعوب الى التغيير، هل هو ده حقيقي؟ يعني ده صراع. الصراع بين الفن الجيد والفن ما يمكن أن نسميه الفن الرديء، الصراع ما بين الحاكم والمحكوم، والفجوة اللي موجودة اللي ممكن يتسببها رئيس وزراء، أو يتسببها أطماع، أو تتسببها أي حاجة. الصراع ما بين الطبقة الشعب نفسه، ما بينه وبين بعض. في أكتر من وجه الصراع في الرواية تتمس مع الواقع اللي احنا عايشينه. تعالى نتكلم أكتر عن دورك. الأول حاجة، ترشيح جالك إزاي؟ ونتكلم عن الورق ودورك، حابين نعرف أكتر. وأنا كنت سعيد جدا، أنا بحب الأستاذ صبري فواز على المستوى الفني والمستوى الإنساني يعني، لكن ما كناش تعاملنا مع بعض في أي حاجة. هو عضو في فرقة المسرح الكوميدي، وأنا عضو في فرقة المسرح الكوميدي، عضو جديد بقالي سنة. لقيته مرة بيتصل بيا، أنا عايز أقابلك في المسرح يوم كذا، فجيت قعدت معاه، فقال لي أنا الموضوع عندي كذا 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 كذا، وبدأ يطرح عليا الدور. كنا بنعمل بروفات من حوالي 7 شهور، قعدنا 3 بروفات ترابيزة. طبعا الأحداث اللي حصل في البلد، ما العرض ما يعني تأجل أكتر من مرة. لما رجعنا تاني لقيت الدور خد مساحة أكبر. أنا بعمل شخصية سعيد، المخرج بتاع الفرقة نفسها اللي قايمة عليها كل الرواية، اللي هو مؤمن الفن رسالة والفن هدف، ولازم 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 ولازم. بينفصل أحد أعضاء الفرقة اللي هو الأستاذ محمود عزب، بيقدم فن بطريقة معينة، بيلاقي رواج زي ما احنا موجود دلوقتي. السينما الفيلم الجيد بتلاقي الإقبال عليه،
الفيلم التاني ما بتبقاش عارفة الموضوع فين. هذا يعني انت شايفة ان الفيلم فيه عناصر كتير ما تأهلوش ان ينجح، بس برغم ذلك بينجح. فهو بيعمل الفن ده اللي بيلاقي رواج عند الناس، لكن هو في النهاية بيتحد مع الفرقة تاني عشان يكشف فساد الحاكم ويبين علاقته بالشعب. خطة عرض المسرحية هل يا ترى هتعرض بس فقط في القاهرة ولا في اتجاه ان هي تعرض على مسارح الأقاليم؟ والله خليني أقول لك، أنا مؤمن تماما أن الفن لازم يوصل للمتفرج. ما ينفعش أن تبقى كل مسارح الجمهورية متوقفة أو محصورة في القاهرة أو الإسكندرية كم مسرح عن استحياء. في مسارح كتيرة جدا موجودة في الأقاليم لكن ما بتستغلش. ممكن تبقى مسارح جامعات، ممكن تبقى قاعات احتفالات كبيرة، أكيد في مسارح من ده. أتمنى أن يعني إحنا نوصل للمتفرجين. لو إحنا قعدنا أسبوع في طنطا أسبوع في بنها وأسبوع في الصعيد وأسبوع كده، يعني ياريت، أتمنى أن احنا نعمل ده. يعني حابين نعرف أخبارك التانية الجديدة إيه، هتقدم إيه الفترة اللي جاية؟ والله أنا بالصدفة هبدأ بكرة بروفات عرض مسرحي جديد على مسرح ملك، ومسرح جديد بينضم البيت الفني للمسرح. العرض معالجة باللغة المصرية باللهجة الصعيدية لمسرحية هاملت ويليام شكسبير، بطولة كلنا شباب، معنا كريم الحسيني، معنا نرمين ماهر، معنا محمد عبد وعيد وفريد بلاك تيما لأول مرة على خشبة المسرح. النص تأليف وإخراج صديقي وهو عضو فرقة المسرح الكوميدي الحسن محمد. على مستوى التلفزيون آخر حاجة بتعرض لي دلوقتي على MBC دراما مسلسل منتقم. هو مختلف جدا جدا جدا، هو صعيدي وهو مش دور واحد، هو الشخصية ليها ثلاث مراحل. في الأول خالص هو دور وزة اللي هو الحلاق بتاع الصعيدة، يعني المجموعة اللي معاه. بعدين بيجسد داخل الرواية، لأن تجسيد داخل تجسيد، بيجسد داخل الرواية شخصية برعي اللي هو الدراع اليمين بتاع العمدة. بعدين لما بيموت برعي بيجسد شخصية شبح غير مرئي، بيقعد يرازي فيهم بقى طول العرض. الفنانة المتميزة الجميلة اللي وحشتنا كتير قوي قوي ألفة تمام، كلمينا أكتر عن المسرحية وبالذات من اسمها كده كلنا متشوقين إنها تبدأ أول ليلة عرض عشان نكون موجودين معاكم. اللي خايف يروح، إيه الحكاية بقى؟ شوف يا ستي، إحنا بقالنا فترة كبيرة الناس كلها خايفة وكلها ما بتاخدش أكشن، وكلها لو جت خدت أكشن تلاقي خمسة بيدخلوا فاتحين صدرهم والباقي كله بيجري. احنا بنأكد على انه اللي خايف من اي حاجة، من اي تجربة، من اي مواجهة، من اي قرار ممكن ياخده او يتخذه، يروح. لانه خلاص ما عادش ما ينفعش بعد كده يبقى فيه في وسطنا الناس خايفة او في قلوبنا خوف. الخوف لازم يتشال من قلوب كل البشر، والمواجهة لازم تبقى طالما انا على حق افضل اواجه، لو حموت في سبيل ان انا حوصل لحقي ده. لو ما كانش هاخد الحق ده ليا النهارده وانا بطولي فرد واحده على الارض، هاخده لمجموع. لو ما كانش ليا وعندي اولاد هيبقى لاولادي، لو ما كانش ليا وعندي زوج هيبقى زوجي، لو ما كانش ليا وعندي مراتي هيبقى لمراتي. كل حد حاسس انه له حق وله شيء لازم يفرد له صدره ويدخل، مش خايف يدخل ياخده، اللي هيخاف يروح. هي بقت كده المسألة. كلمينا أكتر عن دورك وعن الورق الجميل للجميل إبراهيم رفاعي. الدور بتاعي القضية تقى، قضية لا تخشى في الحق لومة لائم، العدل بالنسبة لها لا يقبل مساومات. عدلها أو الحكم اللي بتحكم بيه بالعدل اللي أنزله ربنا على الأرض هو ده ما تبحث عنه، اللي هي عاشت حياتها عشانه واللي هي ممكن تفقد حياتها أيضا عشانه. العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى ما خلقه ونزله بين البشر على الأرض أكيد كان بيتمنى أن البشر كلهم يبقوا عايشين سعادة، محدش ظالم حد، محدش واخد حق حد، محدش جابر حد على شيء. فهي القضية تقى ده اللي بتواجه بيه
كل الشخصيات اللي موجودة في المسرحية، سواء السلطان، سواء كبير الوزراء، سواء الوزراء، سواء كبير الحرس الداخلية، ما فيش أي شيء بتحاول تعمله غير إن هي تردع الناس دول، وإن هي تبحث عن العدل، وإن هي لو في مظلوم قدامها ممكن تفقد حياتها، والمظلوم ده تترفع أو يترفع عنه الظلم الواقع. بتاع الزميل العزيز الصديق إبراهيم رفاعي في كل المكونات دي، إن أنت بتتكلمي على سياسة، بس أنت مش قصدة بتقولي أنا دلوقتي بتكلم على سياسة وهذه هي السياسة، إن أنت بتتكلمي على الفن بالمظلومية اللي موجودة. هل الفن رسالة، ولا هل الفن تضيع وقت، ولا هل الفن للفن، ولا هل دايسين الضوء مسلط على ده؟ التنوعات المختلفة بين الطبقات اللي موجودة، الحاكمة والمحكومة، ايه الدروب اللي بينهم، ايه المشاكل اللي بينهم، الاشياء اللي مش واصلة ومتواصلة، وان احنا نبقى كلنا مكون مفيد لمجتمع في كل شيء كويس، والنادر او القليل هو الوحش. فانت هنا حط ايدك على ورق في مكونات حلوة، في ضحك، في اشياء تتحس المشاهد يبقى حاسس انه في شيء غسله من جوه، شيء نقي بيتفرج عليه، في ضحك، في عزب، محمود عزب، حاجات هتبقى صريخة جدا، حاجات هتبقى مبكية جدا، حاجات هتبقى لايت مضحكة جدا. فانت دايما الفنانة ما بيجي يدور على الحاجات دي، هو دي التوليفة اللي الفنان بيبقى عايزها. انا مش عايزة نتحط دايما مسرح او سينما او دراما تلفزيونية، وده بيبقى مش واضح في الدراما التلفزيونية، انا بتكلم عن السينما والمسرح، ان انا في عندي قولابة كده بحط فيها كأني مكنة بدخل فيها الورق ده، فلازم استعراض وبعد كده كام إفيه وبعد كده مشهد مبكي وبعد كده استعراض بقى في المشهد، وافتح على مشهد تاني استعراض كام بتاع رقصة ساخنة مش عارف مشهد ايه. لا، احنا عايزين القوالب دي خلاص بقى. لو احنا قمنا بثورة، قمنا بثورة عشان نغير، مش نغير بس الناس اللي في الشارع او الناس اللي قاعدين على كراسي، كلهم في مكانه يغير، الفن يغير، الدكتور يقعد اكتر على ابحاث ويقرا، المهندس، الطالب اللي مش جاي بالك الفيسبوك وتويتر والتواصل الاجتماعي عشان تقعد تضيع وقتك، نمي ثقافتك، نمي قدراتك، ابتدي ادخل شوف ايه المعلومات اللي انت كانت ناقصه عندك. عايزين نبقى زي ما بنحاول نطور بلدنا وننظف شوارعها ونخلي عندنا المستشفيات حاجه قيمة، التعليم حاجة قيم، البني آدم هو اللي هيعمل ده. فالبني آدم لو ما عملش ده بينه وبين نفسه كبذرة أولية، يبقى احنا ولا ما تعملي ايه، ولا ما نجيب مليون حكومة نقعدها جنب بعض ويرصفوا لنا شوارع ويبنوا مباني ويعملوا مستشفيات ويعملوا مدارس، لو الفكر ما ابتداش يبقى فكر ثوري، وان انا اقول انا هغير انا بنفسي. يا جماعة اوعدكم، يا أمي أنا هغير، يا أبويا أنا هغير، يا إخواتي تعالوا نغير، يا عمال معايا تعالوا نغير، يا سواقين ميكروباص، وأنا ده بوجهه لكل طوائف الشعب، تعالوا نغير، تعالوا نشوف إيه اللي بيضايق الناس من لنا، تعالوا نقول الحكومة بدل ما بنقف نترمي على كل النواصي، نسأل كل حد في مجلس حي نقول له من فضلك تعالى شوف لنا مكان، قفلهن، زبطهن، نحط فيه ميكروباصاتنا تبقى واقفة، الناس يجوا يركبوا باحترام، التعريفة تتوحد، سواقين التاكسي يبقوا كده، سواقين النقل. يعني نقرب أكتر ونقول ختاما وسريعا، كواليس بروفات المخرج صبري فواز عاملة إزاي؟ لسه ما ابتديناش الكواليس، بس الجواب بيتقروا من علمان، ودايما زي ما بيقولوا، اما بتلاقي دايما المخرج والفنانين والمؤلف بيبقى ليهم كده سمات او صفات بتقريها كده من اول ما بتبتدي تشوفيهم في اول اجتماع، فبتحسي انه انت طالما البروفات فيها ناس عايزين يبدعوا، عايزين يقدموا فن، عايزين يتحدوا ظروف قهريه لتوقف المسرح فتره طويله، وعايزين نرجع ننور تاني اضواء المسرح وتلمع والمسرح يلالي ونجومه تبتدي كده تلعلع، فبتحسي انه احنا نازلين نعمل شغل محترم، عايزين بروفاتنا منضبطه بمواعيد منضبطه، اللي هنتفق عليه بنتفق عليه كلنا، مدة العرض عشان المشاهد ده له حق علينا، يبقى عارف ان هو بيدخل من الساعة كذا هيخلص على الساعة كذا. فانت الروح دي طالما بتحسيها من حاجات صغيرة كده، فبتعرفي ان انت مقدمة على عمل
في ناس فاهمة هي نازلة تعمل ايه. احنا هو المفروض ان انا بعمل دور الأميرة. في فرقتين في العرض، فرقة بتقدم فن هابط أو فن رديء سيء، والفرقة التانية بتقدم فن بس بشكل غلط، فهي بتساعدهم في إن هم يقدموا الفن بشكل صح. المسرح وسيلة من وسائل التثقيف، وسيلة من وسائل نقل المعلومات للجمهور، وهو اللي بيساعد الجمهور على بناء رأيه، وبيساعده يعني هو ممكن يقدم الحل للجمهور، لان هو بيساعده من خلال الاحداث ومن خلال الحدوته ومن خلال القصه ان هو يتفاعل بشكل معين في التفكير، يندمج مع العرض ومقدميه ويبتدي يفكر، لان هو اثناء العرض مش بس هو متعته في العرض ان هو بيفكر اثناء ما هو بيشاهد العرض.